خلونا بقى نروح لإيه؟ للكبير قوي في الجزء السادس. طبعا احنا عارفين انه الجزء السادس لقى شهرة في كوريا، ولقينا جرايد كوري كاتب عنه تحديدا بسبب اقتباسه من بعض الحاجات المتعلقة بسكويد جيم. انا ما بحبش نترجم الاسامي بتاعت المسلسلات بالمناسبة، ولا سكويد جيم لعبة الحبار مثلا، ايه جيرمان شابر الراعي الالماني، ما اسموش كده يعني بمنتهى البساطة. طيب خلونا الأول نروح للمهندس أحمد أبو عقرب. مهندس أحمد أبو عقرب هو اللي عمل الدمية العروسة اللي هي مستلهمة من سكويد جيم، بس بتصرف بقى. خد بالك، بص شايف المشهد بتاع بيومي فؤاد يا جماعة؟ برضو بيومي فؤاد مشكلة حقيقية، مشكلة حقيقية. ميكي مشكلة كبيرة، احنا مش مختلفين على ذلك على الإطلاق. هي هي العروسة هي. طب خلونا ناخد معانا مهندس احمد ابو عقرب الذي نفذ لنا هذا العمل. ازيك يا باشمهندس؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. وانا استاذنك في ان انا ارجو زملائي حبايبي الكرام، ممكن تعلوا الصوت؟ انا بجد مش سامع حاجه. انا معلش، هو الصوت كده كويس؟ لا ده حضرتك كويس، بس هو احنا الظاهر الصوت عندنا حنين شويتين. تمام. هنظبط. قول لي ايه الحدوته اولا؟ هو انتوا ليه خدتوا قرار موضوع سكويد جيم، ومن ناحيه تانية العروسه وغيرت فيها ايه؟ اشتغلت عليها ازاي؟ هو الحقيقه الموضوع من البدايه خالص كان بترشيح من الباشمهندس سامر الجمال، المهندس ديكور المسلسل. ماشي. كان رشحني لشركه الانتاج ان هم يكلموني ينسقوا معايا التفاصيل والماديات والحاجات دي. فطبعا انا اتواصلت مع الفريق بتاع الباشمهندس وفهموني كل اللي الباشمهندس عايزه، وعملنا ميتنج فهمنا كل الميكانيزم والحاجات اللي هو طالبه، يعني كل التفاصيل عرفتها منه، وبناء عليه بدأت أدرس الموضوع، مشاكله أبعاده تكلفته كل الحاجات دي، وخدنا الأبروف واشتغلنا. تمام. دي البداية يعني. بس كان طبعا لما ابتديت في التنفيذ كانت قابلتني بس شوية مشاكل، إن المفروض اللعبة نفسها معمولة في المسلسل الياباني فيها ميكانيزمات، يعني ميكانيزمات ثابته وفيها حاجات، يعني هم هي دي بتاعتهم. فكون ان انا كانوا عايز طالبينها مني ان هي تبقى بالروح بتاعتنا المصريه وبستايلنا احنا، فما يعني كانوا محددين ان هي تبقى عروسه مولد. تمام. فالعروسه بتاعت المولد بتاعتنا دايما التفاصيل بتاعتها بتتركز بس في الهندسيات والحاجات بتاعت الفستان والدوائر اللي ورا، فهي كحاجه مش ملهاش دراسه ثابته، ملهاش ملامح معينه، ملهاش يعني هو الطابع في الشكل العام. فكون ان انا اربط ما بين الاثنين وان انا اعمل كل الميكانيزمات المطلوبه مني بالتحريك وان انا كمان العروسة حجمها ضخم، يعني كانوا طالبينها مني حوالي 3.70 متر. فكون ان انا اوظف ده مع السكيل ده، مع ان انا بعمل حاجة انا كنت عملتها قبل كده، يعني ممكن تتنفذ ان هي تتحرك بريموت كنترول، ويعني ليها طرق كتيرة، بس الفكرة كلها ان كان السكيل ضخم، فكان هيحتاج حاجات معقدة اكتر ومفيش وقت لده. فاضطريت ان انا اعمل ده مانيوال، فكان لازم ابقى جوه العروسة وانا بحركها. وطبعا قابلتني مشاكل كبيره بقى، ان انا وسط العروسه صغير ان انا اخش جواها كان صعب جدا، لان وسطها كان حوالي 25 سنتي، فكون ان انا اخش جواها كان صعب، فاضطريت ان انا اكبر سكيلها شويه واكبر الوسط ان انا اقدر اخش جواها. بعد كده قابلتني مشكله ان ما اقدرش احط ايدي جوه رقبتها لان كانت طويله وبعيده، زائد ان انا بحرك الرقبه كان صعب، احرك الرقبه مع العينين مع بعض. فابتديت بقى اشوف حلول بقى، يعني الموضوع فعلا كان على ريسك كبير جدا، وكنت دايما طول الوقت على اعصابي، مش ان هي تخلص، ان هي تخلص صح وما يطلعش فيه اي غلطه في التصوير، او ان حاجه تحصل معايا مخالفه للي هم طالبينه مني. فكان الموضوع بصراحه فيه تحدي كبير يعني. وفكره انك تخلي العروسه بقى عروسه مولد دي جات ازاي؟ ليه؟ ليه عروسه مولد؟ هم كانوا بيدوروا في التراث بتاعنا على حاجه تعبر عننا احنا، ما لقيوش غير عروسه المولد. تمام. وكان ممكن نعمل اي حاجه وات ايفر، يعني اي عروسه، او ممكن نعمل بتاعت سكويد جيم نفسها عادي. بس هم قصدوا الموضوع عشان يبقى بشكل كوميدي ساخر،
هم كانوا قاصدين ده ومحددينه من قبل ما يجولي. فبصراحة الموضوع أنا عجبني إن إحنا عملنا حاجة زي دي، حاجة مألوفة لينا ومحبوبة. حتى أصلا لما كلموني في البداية قلت إيه ده، هو عروس هو المولد خلص من بدري عايزين العروسة ليه؟ بس فلما فهمت التفاصيل لا الموضوع عجبني جدا. يعني هي الفكرة بصراحة يعني بالنسبة لنا أظنها فكرة جديدة، يعني ما جربناهاش قبل كده على حد علمي. يعني في النهاية أنا مش جزء من صناعة الدراما يعني، ومش زي حضرتك مهندس، بس احنا عملنا حاجه شبه دي قبل كده او قريبه منها حتى؟ اعتقد لا، اعتقد لا. وانا نفسي شغال في المجال في الميديا بقالي اكتر من 12 سنه، ما طلبتش مني حاجه خالص كده. عملت حاجات في، يعني عملت حاجه زي ابله فهيتة، عملت حاجات كده بس كان طلب مني بشكل شخصي، وما يعني مش بالصعوبه دي ومش بالحجم ده بصراحه. نفذت حاجات اكبر من كده بكتير جدا في الحجم، بس ما كانش فيها ميكانيزم، كانت حاجه عملنا حتى عاديه برضه، حاجه ثابته بالظبط. فهو كان التحدي بس ان انا اوظف الميكانيزم في المساحه دي بالطريقه اللي هم طلبوها، بس هو ده كان الموضوع يعني. الله ينور، برافو بصراحه، ربنا يخليك. حلو جدا 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 جدا، شكرا لحضرتك وكل التوفيق دايما. يعني احنا في انتظار الحاجات بقى اللي هتتعمل خلال الفتره الجايه اللي انا مش عارف بالتاكيد ايه هي. كل الشكر للمهندس احمد ابو عقرب، منفذ الدمية او العروسه اللي احنا شفناها في الكبير او الجزء السادس استلهاما من سكويد جيمز.